بكم مستمعينا الكرام لعدد جديد من صباح الرياضة، نستهله بالحديث عن المسابقات الإفريقية. البداية من دوري الأبطال، حيث تأهل فريق الوداد البيضاوي إلى دور المجموعات للموسم السادس على التوالي بعد أن حقق فوزا مقنعا على فريق الملعب المالي بثلاثة أهداف نظيفة. سجل للوداد أيوب الكعبي مع نهاية الشوط الأول، والليبي مؤيد اللافي الذي دون ثنائية خلال الشوط الثاني، نتيجة أراحت أعصاب الجماهير الودادية وتركت المساحة للتونسي فوز البنزرتي من أجل الاستعداد الجيد لدور المجموعات. دائما فريق الوداد ما يراهن على اللقب خلال السنوات الأخيرة. ومن الفرق التي تراهن هي أيضا على اللقب فريق الترجي التونسي الذي عانى كثيرا وهو يواجه أهلي بنغازي الليبي. المباراة شهدت تكافؤ وإثارة حتى الرمق الأخير قبل أن يحسمها على الدين المرزوقي بهدف ثالث، هدف غير شرعي بعد أن جاء من تسلل واضح، لكن الحكم لم يعلن عن ذلك. الترجي يتقدم إلى دور المجموعات كما هي العادة، بينما النادي الصفاقسي الممثل الثاني لكرة القدم التونسية فشل في قلب الطاولة على ضيفه مولودية العاصمة الجزائري، فاز بهدف لكنه خرج من المسابقة. فريق مولودية العاصمة الجزائري يعود من جديد إلى مسابقة أو إلى دور المجموعات بعد غياب لمدة طويلة. الجزائر ستكون ممثلة أيضا بفريق شباب بلوزداد الذي تجاوز عقبة غور ماهيا الكيني. وفي بقية النتائج، فيتا كلوب الكونغولي تأهل على حساب يانغ بوفالوز من إسواتيني. إنيامبا النيجيري أقصي بعد أن خسر في مجموع المباراتين أمام المريخ السوداني. حورية كوناكري تأهلت على حساب راسينغ أبيجان من الكوديفوار، وبيترو أتلتيكو الأنغولي تغلب وتأهل على حساب كانا الزامبي. ومن مسابقة دوري أبطال إفريقيا إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية، تمثيلية مغربية مشرفة بعد تأهل فريق الاتحاد البيضاوي الذي تعادل على أرض إيساي من بنين بهدف لمثله، نتيجة كافية للتأهل بالنظر للفوز العريض الذي حققه الاتحاد البيضاوي في مباراة الذهاب بالدار البيضاء. أما بطل هذه المسابقة نهضة بركان لم يعاني كثيرا وهو يواجه فريق تفراغ زينة، وفاز بهدفين دون رد من توقيع محسن يجور ليتأهل الفريق إلى الدور الأخير الذي يسبق دور المجموعات. النجم الساحلي التونسي وبعد مباراة مثيرة يتأهل على حساب المقاولون العرب المصري، نتيجة مباراة الإياب انتهت بهدفين لهدف واحد، وهي نتيجة كافية لأبناء سوسة للتأهل إلى الدور القادم. أما فريق الاتحاد المنسيري فقد تعادل أمام أهلي طرابلس الليبي دون أهداف وتأهل إلى الدور المقبل. كرة القدم الأوروبية الآن، ونستهلها بالعرض الكروي الممتع الذي قدمه برشلونة في مباراته أمام فريق أتلتيك بلبا. والبارسا استفاد من تألق نجميه ليونيل ميسي الأرجنتيني أولا، ثم الشاب الإسباني بيدري الذي صنع بروعة الهدف الثاني لصالح البارسا الذي سجله ميسي. برشلونة تغلب في نهاية الأمر على أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف لهدفين ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث في الليغا، الليغا التي يتصدرها أتلتيكو مدريد ب 38 نقطة. الأتلتيكو الذي أقصي بصفة مفاجئة من مسابقة الكأس بعد خسارته أمام فريق كورنيا المغمور الممارس في الدرجة الثالثة. الخسارة كانت بهدف سجل منذ الدقيقة السابعة. ومن إسبانيا إلى إنجلترا، وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد تغلبه على جاره وغريمه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد. أهداف سجلها جون ستونز في الدقيقة 50 وفرناندينيو في الدقيقة 83. مانشستر سيتي سيواجه في النهائي فريق توتنهام الذي كان تأهل أمس. صراع آخر يلوح في الأفق بين المدربين بيب غوارديولا وجوزي مورينيو في المباراة النهائية.
ومن إنجلترا نتحول إلى إيطاليا وصراع الصدارة بين ميلان وإنترناسيونالي ميلانو ثم يوفنتوس الذي يقترب شيئا فشيئا. اليوفي فاز على ميلان ب3 أهداف لهدف 1 خارج ميدانه، والعلامة الكاملة كانت لفيدريكو كيزا الذي سجل ثنائية لصالح السيدة العجوز التي رفعت رصيدها في الكالتشو إلى 33 نقطة بفارق 4 نقاط عن ميلان المحتل للمركز الأول وبفارق 3 نقاط عن إنترناسيونالي ميلانو الذي احتل الصف الثاني، وكان انهزم أمام سامدوريا ب2 لهدف 1 في باقي نتائج هذه الجولة 17 من الكالتشيو. لاتسيو تغلب على فيرونتينا ب2-1 وروما فاز على كروتوني ب3 أهداف لـ1. ونختم مستمعينا الكرام جولتنا الرياضية من فرنسا ومباريات الليغ 1 التي تصل لجولتها 13. باريس سان جيرمان في أول ظهور مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوشيتينو فشل في تحقيق الفوز واكتفى بالتعادل على أرض ملعب سان تيتيان. أما المتصدر ليون فقد حقق فوزا مهما على حساب لانس ليرفع رصيده إلى 39 نقطة بفارق 3 نقاط عن باريس سان جيرمان وعن ليل الذي تعثر على أرضه وخسر أمام أونجي. بهذا مستمعينا الكرام نصل لختام هذا العدد من صباح الرياضة، إلى موعد.